اولا تحيه للصحافه ورجال الاعلام الحاضرين معنا اليوم في محكمه الاستئناف بالقنيطره. احنا اليوم تولينا المؤازره ديال واحد الحاله انسانيه. للاسف هذه من المشاكل اللي هي اصبحت كنشوفوها كتطرح عندنا في وسائل التواصل عبر الجرائد الإلكترونية. هناك ما هو تتم التطرق له ومعالجته والنقاش، وللأسف ربما هناك حالات مسكوت عنها، ولكن كنشوفوا أن هناك مشكل، لأن هذه أنا نقدر نهضر واحد الناحية اللي هي إنسانية أو نقدر نقولوا اجتماعية أكثر ما هي قانونية. الأمر يعني ذو طابع إنساني محض. الأمر تيتعلق بواحد القاصر، واحد الطفلة يعني اللي هي دون سن الرشد، اللي هي تعرضت لواحد الاعتداء، اعتداء جنسي. هو موضوع شكاية مقدمة أمام النيابة العامة، فالمعنية بالأمر بواسطة والدتها الحاضرة معنا هي أمامكم. يعني ظلت تتردد أمام الجهات المختصة طالبة الإنصاف وطالبة شرف الإبنة ديالها. احنا تنعرفوا بأن الإنسان وشنو كتشكله فلدت الكبد دياله. ف يعني منذ واقعة اللي هي لمات بالابنة ديالها، وهي يعني في إطار واحد المسيرة نضالية ديال الأم مع الابنة ديالها، حتى جمعت الأقدار ويعني جمعتنا وصادفت هذا الملف هذا، اللي هو أنا كإنسان حقوقي وكرجل مغربي يعني ما يمكن لك تشوف وضع يعني محزن ويعني إنساني، وغادي ما غاديش تقدم اليد ديال العون لهذه الأسرة المكلومة. فإذا كانت هناك جرائم ديال القتل اللي تتزهق الأرواح وكنشوفوا محاكمات، فالاعتداء على الشرف لا أظنه يقل عن جرائم القتل. فهذه طفلة قاصرة وتعرضت الاعتداء جنسي متمثل حسب الشهادة الطبية اللي هي مكنتنا منها الأسرة ديالها ديال الطفلة، تعرضت للاغتصاب وافتضاد البكارة. إذن احنا أمام واحد الجريمة اللي هي جريمة خطيرة. الأكثر من ذلك هذه الفتاة هذه هي كانت بصدد العمل، هي ضمن ذاك النساء وذاك الفتيات العاملات في ضيعات قطف يعني الفريز. يعني مسألة هذه أنا اللي كنتمنى من أن السلطات على أنها تقوم بالواجب وتراقب هذه الضيعات الفلاحية، وهذا نداء إلى وزارة الشغل على أنها تقوم باللازم وتراقب هذه البنات وهذه الفتيات العاملات في الضيعات. لأنه لا يعقل، وإحنا دابا مشرفين على العيد الأممي ديال الشغل اللي تصادف فاتح ماي، وتنشوفوا قاصرين وقاصرات تشتغلوا أو بمعنى آخر كنظنوا على أنهم تتعرضوا للاستغلال. كيفاش القاصر والقاصرة كيتم الاستغلال ديالهم وهم دون سن الرشد القانوني؟ حنا دابا كنشوفوا ها هي حالة اللي هي تعرضت للاغتصاب. يعني هنا نقدروا نشوفوا الجهات المسؤولة يعني وزارة الشغل، ونشوفوا جهاز النيابة العامة. السيدة راه هي تقدمت بالشكاية، ولكن حنا منين طالعنا على الملف وطالعنا على الوثائق اللي مكنتنا منهم الأم ديال الضحية، هي حاضرة معنا وراكم سمعتيو ليها، ومنين ولجنا النيابة العامة هنا بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، تم
إخبارنا بنفس الإفادة اللي هي مضمنة بهذه الشكاية، اللي هي شكاية مقدمة سنة 2022. منذ سنة 2022 هذه الشكاية مقدمة من طرف أسرة ديال الضحية القاصرة، شكاية اللي كتعرض اللي كتعلق بالاغتصاب وهتك عرض وافتضاد البكارة. وافتضاد البكارة هذه راه عباد الله راه جريمة خطيرة. الإفادة شنو مؤدها؟ مؤدها هو أن المشتكى به هو موضوع برقية بحث، موضوع مذكرة بحث. ما أخبرتنا به الأسرة ديال 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 الضحية هو أن هذا المشتكى به هو يتواجد في عين المكان حسب الأقوال ديالها واللي هي صرحات بهم. حنا جينا النيابة العامة، جينا للنيابة العامة باش نشوفوا الإجراءات، لأنها خاص الإجراءات تواصل. فلا يعقل أن المشتكى به يتواجد في عين المكان والضابطة القضائية مازال ما سمعتلوش. ما يمكنش ما يمكنش. وحنا كنشوفوا المغرب يعني الإشادة الدولية يعني على المستوى ديال التدخل الأمني وفي إطار محاربة الجريمة، وحسب الرواية ديال الأم الضحية هي أمامنا يتواجد في عين المكان وهو موضوع برقية بحث. أنا كنطلب من النيابة العامة، من النيابة العامة على أن تصدر تعليمات ديالها الضابطة القضائية من أجل إنجاز المساطير. فهذا السيد هذا شكاية مقدمة ضده من أجل الاغتصاب وافتضاد البكرة، ما يمكنش من 22 وحنا في 2024 ولم تفتح مسطرة الاستماع إليه، رغم أن هناك شكاية مقدمة أمام النيابة العامة. واخا شكون اللي كنقولوا ما دارش خدمته؟ حسب الرواية ديال أسرة الضحية وحسب ما أخبرنا به الخلية ديال العنف ضد المرأة أن هناك مذكرة بحث. دابا حنا اللي كتبلغنا الجهة المشتكية واللي حنا كنأزروه وكنوقفوا معاها هو أنه المشتكى به يتواجد بعين المكان. هذه منطقة فيها ضابطة قضائية، إذن المسطرة خاصها تاخذ المسار ديالها، والمسطرة والأبحاث يجب أن تنجز، خاصة وأن الأمر يتعلق بقاصر. دابا دي ماشي فوق 18 سنة، أقل من 18 سنة. الطفلة تعرضت للاغتصاب وهتك العرض وافتضاد البكرة وهي دون سن الرشد. الأكثر من ذلك، وهادشي راه تنقول لكم راه أنا غادي نتبنى المقاربة الاجتماعية والإنسانية أكثر من الناحية القانونية، لأن هاد الأسرة هادي راه ما توقفش الأمر غير عند هاد المجال ديال الاغتصاب. هناك اعتداء أيضا على الضحية بالضرب، وهناك شهادة طبية مسلمة نسبة العجز 30 يوم. 30 يوم عباد الله، 40 يوم وقيلا ماشي تاو الأب ديالها 40. بعد ما تعرضات لابنة ديالو حسب الرواية الاعتداء، تم الاعتداء عليه هو الآخر وتعرض للكسر في الفخذ ديالو، عنده شهادة طبية، العجز 40 يوم. يعني 40 يوم يعني جريمة ومورا جريمة واحدة أخرى. أنا كنقول النيابة العامة أمام المسؤولية فيما يخص هذا الملف والأبحاث، خاصها التباشر لأننا في إطار دولة الحق والقانون. هناك دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات، وجهاز النيابة العامة مستقل، والضابطة القضائية هي كتشتغل في إطار التعليمات المباشرة للنيابة العامة، لأن الضابطة القضائية ماشي كدير اللي قال لها راسها، وإنما هي كتشتغل وفق التعليمات اللي كتلقاها من النيابة العامة. فهناك ملف مقدم أمام النيابة العامة وهناك مسطرة مفتوحة، فبالتالي ما دام أن المعني بالأمر يتواجد في العين المكان خاص الاستماع عليه، خاص الاستماع عليه باش العدالة تاخذ المسار ديالها. لأننا حنا هذه ماشي جريمة اللي هي الإنسان راشد قاصر، وهنا خاصنا نفتحوا الموضوع ديال الفتيات اللي تيشتغلوا في الضيعات الفلاحية ما دون سن الرشد.
لانه ما يمكن لهمش يتستغلوا في الرزق ديالهم ويتستغلوا في الطفوله ديالهم ويتستغلوا حتى جنسيا. هذا الشيء خاص الوقوف عليه. خاص وزاره الشغل تاخذ اللازم فيما يخص هاد العاملات في الضيعات الفلاحيه، لان ما يمكنناش ننساو هاد الناس، هادو الشريحه ديالنا في المجتمع نخليوها مسكوت عنا وما يقع في هاد الضيعات الفلاحيه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.